أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي ومقال الكاتب خميس بن عبيد القطيطي، يقول فيه: 20 عاما مرت على أكبر عدوان في التاريخ الحديث بمآلاته القاسية وانكساراته الحادة على العراق الذي كان ينعم بأحد أقوى النماذج التنموية في الوطن العربي، فجاءت آلة الحرب الأمريكية في 2003 لتنسف كل حضارة العراق، كما فعل التتار. والمؤسف أن العدوان الأمريكي أحدث خرقاً للنظام الدولي وتجاوزاً للمجتمع الدولي، وبعد الحرب فقد الشعب العراقي كل وسائل الحياة الكريمة. الشعب الذي كان يعتبر من أكثر الشعوب تقدماً ورقياً وعلماً، ويضيف الكاتب: تم وضع قائمة من المطلوبين من قيادات الدولة العراقية من وزراء وقادة عسكريين وعلماء في حالة تصفية بشرية لأي كادر بشري كان يمثل العراق. ومن المآسي كذلك، يقول الكاتب، واستهداف علماء العراق بالخطف والقتل، وقد هاجر بعضهم لينجو بحياته. العراقيون اليوم شهود على كل تلك الانكسارات التي حدثت بفعل الحرب الأمريكية على بلادهم، فقد كان يراد للعراق أن يتحول من دولة حضارية قائدة إلى دولة فاشلة، وهو ما ورد في بعض تقارير الأمم المتحدة، ناهيك عن حالة الفساد المستشر والمحاصصة الطائفية المؤسسة دستورياً في العراق الجديد. ولا نستطيع أن نغفل الدور الصهيوني والاختراق الذي وجد فرصته لتأجيج حالة الطائفية والعبث بالعراق، وتعززت حالة المآسي في قضايا أخرى مثل شكل الدولة المختلف عليه بهدف تقسيم العراق، أو ما يسمى فدرالة العراق، والسيطرة على ثروته وتركه يعيش في العصور الوسطى في نكبة لا تختلف عن نكبة التتار التاريخية. إلى صحيفة الاندبندنت ومقال الكاتب خالد اليماني، وزير، يقول، وهو وزير الخارجية اليمني السابق، يقول فيه: هوى العراق من قمة قائمة الدول في مؤشرات التنمية البشرية للأمم المتحدة إلى دولة فاشلة تنهشها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية وتتنازعها النخب الفاسدة. ويضيف الكاتب: كانت أصداء الذكرى 20 للغزو الأمريكي للعراق في الصحافة الأمريكية أكبر بكثير من أصدائها في الصحافة العربية والدولية الأخرى، وشكلت حالة مراجعة وصحوة ضمير لمجتمع حي ومتفاعل يمارس نقد الذات ولو بعد حين. بحسب رصد صادر عن جامعة براون في رود آيلاند الأمريكية، فإن الحرب أدت إلى تشريد قرابة 10 ملايين مواطن عراقي، فيما يعيش اليوم 13 مليونا من أصل 42 مليون عراقي تحت خط الفقر. وانتقلت إحدى أغنى دول الشرق الأوسط من فساد الدكتاتورية إلى الفساد الشامل، حيث تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق اليوم في المرتبة 157 في قاع أكثر الدول فساداً في العالم. حتى شعارات مكافحة الفساد التي يسمعها العراقي مع وصول كل حكومة جديدة لم تعد تلقى آذاناً صاغية لدى أبناء العراق الذين خرجوا في عام 2019 في انتفاضتهم العظيمة ضد الطائفية السياسية. الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أن أمريكا حققت نصراً لصالح إيران على منافسها القوي العراق. إن الفراغ الاستراتيجي الذي أحدثه الغزو الأمريكي للعراق شغلته إيران، ما منحها القدرة على الانتشار الاستراتيجي في سوريا ولبنان واليمن، وتطورت قدرات فيلق القدس الإيراني لنقل الأسلحة والصواريخ وتجارة المخدرات وغسل الأموال عبر العراق.
ونقرأ مقالا للكاتب حسين صالح السبعاوي نشره موقع مركز رسام، جاء فيه: مضى 20 عاما على احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إيران، وكان لهذا الاحتلال الغاشم أثر سلبية على العراق شملت مناحي الحياة كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ودمرت البنى التحتية، وتحول العراق من دولة رائدة لها مكانتها المرموقة في العالم العربي والإسلامي إلى شبه دولة تتحكم به مجموعة من الطائفيين والفاسدين الذين جاءوا مع الاحتلال ليكونوا خدماً لمشروعه الذي يراد به تدمير العراق وتقسيمه على أسس طائفية متناحرة يتحكم به مجموعة من القتلة وتجار السلاح المنفلت. ومنذ ذلك الحين ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تتحكم بمقدرات العراق وشعبه مجموعة سياسية طائفية حتى نتج عن سياستها ملايين المهجرين ومئات الآلاف من الضحايا ومثلهم من المعتقلين والمغيبين قسرياً. رغم الميزانيات الانفجارية والتي تزيد عن 100 مليار دولار لكل عام، إلا أنه بسبب الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة تجد العراق يعاني من أزمات اقتصادية متعددة، سواء على المستوى المعيشي العام أو نسبة البطالة والفقر التي بدأت تنتشر بنسب كبيرة، حيث بلغت نسبة الفقر في العراق أكثر من 30%، أما الزراعة فأصبحت شبه معطلة بسبب جفاف الأنهار من دول المصب وخاصة إيران التي غيرت مجرى الأنهار التي تصب من أراضيها إلى العراق، وأصبحت الأسرة العراقية مستهدفة حيث كثر الطلاق بين الأزواج الذي نتج عنه تشريد الأبناء وكثرت جرائم القتل والسرقة. وفي آخر إحصائية عن نسبة الطلاق الذي أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العراق في 13 من كانون الأول 2023، سجل في عام 2022 أكثر من 70,000 حالة طلاق في المحاكم بمعدل يبلغ قرابة 200 حالة يومياً. أما المخدرات فكانت آخر إحصائية عن وزارة الداخلية في 5 من آذار 2023 عن ازدياد نسبته بين الشباب الذين يتعاطون المخدرات والتي بلغت 50%. أفاد تقرير أمريكي بأن مخلفات النفط فاقمت الأمراض السرطانية في البصرة، لافتا إلى أن المحافظة الغنية تعاني من ترد كبير في الخدمات وارتفاع في معدلات البطالة. وذكر تقرير لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية ترجمته صحيفة المدى بأن النفط يتم ضخه على مدار 24 ساعة في اليوم من الحقل النفطي في قرية نهران عمر في مدينة البصرة جنوبي العراق. أضاف تقرير أن شعلة نيران الغاز الملتهب الصادر من الحقل تضيء سماء ليل القرية، وأشار إلى أنها بلون برتقالي وتنفث في الوقت نفسه دخانا لاذعا ملوثا تنقله الرياح صوب القرية وسكانها مغطيا أسطح البيوت والملابس بلون أسود. البصرة هي مصدر حيرة مستمرة لخبراء وسكان ومبعوثين، فكيف يمكن لمحافظة مستقرة نسبياً وغنية جداً بالموارد أن يندرج تسلسلها ضمن أفقر المناطق في البلد وأقلها خدمات؟ النظام الطائفي للحكم الذي اتبع في قيادة البلد بعد العام 2003 قسم الدولة ومؤسساتها الحكومية على أساس المحسوبية والانتماءات الحزبية والطائفية، ونجم عن ذلك فساد مستشر استنزف ثروة البلد النفطية. ويستند إلى صندوق النقد الدولي بأن عدد موظفي القطاع العام في مؤسسات الدولة خلال العام 2013 ازداد 3 أضعاف على عددهم خلال العام 2004، ولكن الخدمات المقدمة في القطاع الصحي والتربوي وقطاع الكهرباء بقيت متدنية تعاني القصور. بالإضافة إلى نقص الخدمات، فقد أكد التقرير أن الهواء في البصرة ملوث على نحو واسع،
واستنادا لباحثين محليين، فإن معدلات الملوحة العالية الناجمة عن أزمة المياه تؤدي إلى عدة أمراض. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً من إعداد مايكل آر جوردون وديون نيسباوم وجارد ماسلين حول التحديات المتزايدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتعرض قواتها لهجمات متكررة. وأضافت الصحيفة أن التحولات الجيوسياسية والمكاسب الروسية والصينية باتت تعقد من خطط واشنطن في المنطقة. وتحدث التقرير عن تجاهل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في سوريا التحذيرات الأمريكية، حيث شنت هجومين على موقعين للولايات المتحدة في شرق سوريا، وجرحت جنديا أمريكيا يوم الجمعة زحرج بايدن بعد ذلك قائلا بأن إدارته ستتحرك لو تعرضت القوات الأمريكية لإطلاق النار، وقال بأن الولايات المتحدة لا تريد النزاع مع إيران. التحولات الجيوسياسية وإعادة ترتيب الصفوف باتت تعقد من الجهد الحزبي المشترك لتخليص المصالح الأمريكية من المنطقة وتوجيه التركيز إلى تنافس القوى العظمى مع روسيا والصين. وسيمثل صعود هاتين الدولتين وزيادة الهجمات من الجماعات الموالية لإيران امتحاناً لالتزام أمريكا بالمنطقة. تتزامن الأحداث مع ذكرى 20 عاماً على حملة الصدمة والترويع في العراق، والتي عبرت عن استعداد أمريكي لاستخدام قواتها لحماية تأثيرها بالمنطقة وعجزها عن تشكيل الأحداث فيما بعد. وبعد عقدين على النزاع في الشرق الأوسط تشعر الولايات المتحدة بالتعب، وتقول ياسمين فاروق الزميلة غير المقيمة في معهد بيكر بجامعة رايس: تفقد أمريكا بالتأكيد قدرتها المطلقة على تشكيل اتجاه المنطقة، مع أن واشنطن تظل الشريك الأكبر في مجال الأمن بالشرق الأوسط. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن إلى الكاريكاتور. والآن إلى فقرة الأخبار والصور في الصحف، حيث احتضنت العاصمة التشيلية سانتياغو مهرجان الفوانيس بإضاءة أكثر من 1,000,000 مصباح، وأقيم المهرجان في سانتياغو حيث أضيئت فوانيس تعكس أشكال حيوانات وزهورا وكائنات أسطورية وأخرى تمثل الثقافة الشرقية. ولاقت الفوانيس المضاءة والمصممة على أيدي فنانين صينيين اهتمام الزوار وإعجابهم.
أعلنت مصر الكشف عن أكثر من 2000 من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود إلى العصر البطلمي في معبد رمسيس الثاني في مدينة أبيدوس الأثرية في جنوب البلاد. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري في بيان أن هذا الكشف الذي حصل بإشراف فريق من العلماء الآثار الأمريكيين من جامعة نيويورك يزيح الستار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بابايدوس والمنطقة المحيطة به. وأشار إلى اكتشاف هذا العدد الكبير من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش ومنها مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان التي عثر عليها موضوعة في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثا بمدينة سوهاج في جنوب مصر. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. السلطات الإيطالية تعثر على 8 جثث لمهاجرين على متن زورق في البحر الأبيض المتوسط. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فقدان 73 مهاجراً قبالة السواحل الليبية. العثور على جثث 18 مهاجراً أفغانياً داخل شاحنة في بلغاريا. فما الذي يدفع الملايين لهجرة أوطانهم؟ أرقام مقلقة. تخطى عدد النازحين قصراً حاجز 89 مليون حتى نهاية 2021 وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويقدر مجموع المهاجرين الدوليين اختياراً واضطراراً بنحو 272 مليوناً، أي قرابة 3.5% من إجمالي سكان العالم بحسب تقرير الهجرة العالمية لعام 2020. ثلث العالم يهاجرون. أظهر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة جالاب أن ثلث عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يفضلون العيش في بلد آخر. وقال 36% من الأشخاص من 56 بلداً حول العالم ممن شملهم المسح يرغبون بالهجرة. أسباب متعددة. وبحسب مؤسسة جالاب فإن أسباب الرغبة بالهجرة عديدة وتتفاوت بين الدول الغنية والفقيرة. في الدول الغنية بات الشباب الأوروبي أكثر استعداداً للهجرة، أما في الدول الفقيرة فتدفع الحروب والنزاعات وتراجع الشعور بالأمن والأمان، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية السكان إلى طلب الهجرة. ومن بين الدول الفقيرة يأتي العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين من سوريا وفنزويلا وميانمار وأفغانستان وجنوب السودان، فيما تعد تركيا وألمانيا وكولومبيا من الدول الأكثر احتضاناً للمهاجرين بحسب مفوضية شؤون اللاجئين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.